السلام عليكم مشاهدين ديالنا، تبارك الله عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله. حنا كنتواجدوا حاليا في مدينه فاس. حنا جينا ان شاء الله باش نهيئوا المسجد على اساس التراويح ان شاء الله بحول الله. اليوم ان شاء الله غادي ننظفوا، غادي نشارك معكم النظافه ديال المسجد. ورمضان مبارك سعيد، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه وبكل المتمنيات ان شاء الله بحول الله. ما شاء الله تفريشة جديدة، جاب الله واحد السيد واحد المحسن، الله يجازيه بخير. فرشنا المسجد كما كتشوفوا، هذا الفرش الجديد. داك الشيء ما شاء الله تفريشة رائعة ما شاء الله، أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته. تبارك الله الإمام كتشطب. أوا سيدي الله يتقبل. آمين. هذا اللوح ديالي يا استاذ جعفر. هذا اللوح ديالي، هذا اللي حفظنا فيه القران. كان عطاه لي واحد الصديق الله يجازيه بخير، سي محمد كزوط. عاونكم اسيدي. امين. الله يجازيكم بخير. الله, الله يتقبل هذا العمل، يجعله خالص لوجه الله. امين. ايوا انتم دائما الحمد لله في هذا المسجد ومع الصديق الامام السي جعفر. الله يجازيكم بخير. عزيز وغالي اخويا، الله يهديك. السي محمد بلال. تبارك الله. السي محمد بلال. تحياتي لكم، وديما خصنا نعاونوا المساجد. أيه. نطفوهم الى ما تعاوناش حنا صحاب الحي، راه ما كاينش اللي غيعاون، يعني خصنا كلنا نتعاون. الله يرضى. صدامنو كلنا باش حنا نطفو المسجد، حنا تنصليو هنا، يعني خصنا نتعاونوا كامل باش نطفو هذا المسجد هذا. الحمد لله، كما شفتوا الاخوان ها هما قايمين بالواجب، الله يجازيهم بخير. وكاينين شي ناس عاوتاني كيوسخوا، الله يهديهم حتى هما. وهذه هي الدنيا، دائما كتلقى واحد كيوسخ وواحد كينظف والحياه ماشيه مستمره. الله ولنا ولكم. الله يتقبل منا ومنكم. تيبو بطاره زويجه سيدي ابناء الحومه. اييه سيدي. نطلبوا المسجد نعم سيدي، وما كرهناش كل مره في السيمانه نبقاو نديروا بحال هذه المبادرات الزوينه. ان شاء الله بحول الله ان شاء الله. الحانوت ديال الحومه نمشي نجيبو عنو شويه جافيل سني كروا، ودائما ملي نكونو كنطفو المسجد كيعطينا سير. السلام عليكم. تبارك الله السي حسن، الله يبارك فيك. كي دايره الامور؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. اللهم لك الحمد. الله يجازيك بخير هذا السي. كي دايره الامور؟ ايوا كلشي زين الحمد لله. كاين شي برد شويه؟ تبارك الله. الله بخير. فين كاين؟ اياه. شحال هدا؟ وحنا كنطفوا المسجد. خبزيت. ايوا كيف القاعده؟ بغينا شويه جافيل. والمعقول. شويه ساني كروا. ان شاء الله. الله يجازيك بخير هذا السي. الله يكسب. يلا سي واخا جا سي بلا عيسى. نعطيها سيدي جافيل وعطيه ساني كروا. سي مهدي. الله بدك جا بلا عيسى. يا سيدي سي مهدي المدريدي. دير شي تحية. تحية سيدي من هنا تال
سلام سلام يا سيدي تازا كيف غشي؟ برافو اذا الاخوان كما كتشوفوا حنا مازالين مواصلين العمل ديالنا هذا لاكاب لاكاب ديال الجيد كنفرشوا على الحساب غادي يكون شويه الاكتظاظ ديال المصلين يكون شويه المصلين كثار هذا العام مع البرد مولفين كيصليو برا دابا ان شاء الله غادي يصليو لداخل مع رمضان دابا جا في الشتاء والبرد يقدر حد يصلي برا ديالنا هما قايمين بالعمل تبارك الله عليكم اسيدي الله يسخر او معنا السي بوبكر تبارك الله عليه دائما قايم بالواجب دائما في العمل هو الاول تبارك الله عليك اللهم بارك وكل المشاهدين مبروك السلام عليكم واشكم مبروكه الله يدخلنا رمضان بالصحه والسلامه اللهم امين اللهم يسر الجميع يا رب الله يتقبل منا يا رب امين امين والله يعاون السي عيسى الله يعاون السي جعفر على هذا العمل اللي راهم كيقوموا به الله يجعل كل شيء لله الله يرحم المرحوم ديالنا لحقنا به مسلمين يا رب امين يا رب العالمين بعد ما نظفنا غادي نديروا شويه ديال العود هذا عود الهنا ها هو جبت الوالده من السعوديه هذا عود اصيلي حقيقي باهي غير ريحته تبارك الله ما شاء الله 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 تعس الريحة ديالو السي عيسى تعس الريحة ديالو هذه هي البليصة ديال التراويح شحال تبارك الله ديرنا التراويح في هذا المحراب كان الوالد اللهم اغفر له وارحمه كان كيدخل يصلي العشاء وكيف تفتح سورة البقرة في الأول كندخل موراها أنا كيدخل الأخ ديالي هذه الليلة الجمعة إن شاء الله نسأل الله أن يتقبل منا وأن يجعلها في ميزان حسناتنا وفي ميزان حسناتكم حتى نسوما المشاهدين ديالنا تبارك الله عليكم تفكروا أيام التراويح الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم جعفر غيدير التراويح هاد العام بوحدو ان شاء الله سمعنا السي جعفر سمع ما لهم به من علم ولا ف
فلعلك باخع نفسك على